أيها الحفل الكريم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. راعي الحفل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، أصحاب المعالي الشيوخ، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بداية لحفلنا هذا اليوم آيات مباركة من كتاب الله الكريم تتبارك بها انطلاقة مدينة صباح الأحمد البحرية، يتلوها على مسامعنا المقرئ الشيخ أحمد الطرابلسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات
وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. راعي الحفل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظك الله ورعاك. من على هامة الزمان والمكان نحتفل اليوم بتدشينكم هذه المدينة الجميلة في هذه الزاوية الجميلة من الوطن الغالي الجميل. يا صاحب السمو، إن الله يبني ويعين من يريد البناء، وأن خير الحصاد ما تبنيه أيادينا للأجيال بعدنا. يا صاحب السمو، إن الإنجاز تلو الإنجاز الذي يتجسد على راحة الحاضر لهو خير نبراس لقيادة سموكم دفة سفينة العطاء، وليس هذا غريباً على أبناء وأحفاد الآباء والأجداد الذين ما زالت ذاكرة التاريخ زاخرة بصور تحكي قصص كفاحهم الأبي عندما سرت في عروق أفئدتهم دماء حب الكويت، فامتطوا صهوة البحر وروضوا بإرادتهم أمواجه، فرسوا بسفينتنا بأحضان موانئ الازدهار. دافعهم في ذلك الشعور بالمسؤولية والإحساس العالي والراقي بقيمة خدمة الوطن. ما أسعدنا يا صاحب السمو، يا أميرنا المفدى، بتشريفك هذه الاحتفالية العظيمة لافتتاح مدينة صباح الأحمد البحرية. أيها الحفل الكريم، يتفضل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة لآلئ الكويت العقارية السيد فواز خالد المرزوق لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظك الله ورعاك، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظك الله ورعاك. أيها الحفل الكريم، أرحب بكم باسم والدي خالد يوسف المرزوق حفظ الله وباسم شركة لآلئ الكويت لتشهد اليوم حفل افتتاح مدينة صباح الأحمد البحرية، والتي تعد أول مدينة متكاملة المرافق والخدمات يتم إنجازها من قبل القطاع الخاص. وهذه المدينة أقيمت على أرض صبخة غير صالحة للبناء، وقد تحملت الشركة على عاتقها تكلفة وعباء استصلاح هذه الأرض وتطويرها لتصبح مدينة نموذجية. ونحن اليوم نشهد على أرض الواقع تحقيق هذا الحلم الذي طالما راود والدي ليصبح هذا الحلم حقيقة، وما كان هذا الحلم يتحقق لولا فضل الله تعالى ثم مباركة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، وأخيه الأمير الراحل الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، وبفضل وما صلت الدعم اللامحدود والمباركة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تبنى دعم ومساندة المشروع وتشجيعه منذ أن كان حلم يراود والدي. وتفضلتم يا صاحب السمو قبل 20 عاماً وبتاريخ 4/12/89 برعاية افتتاح المسابقة الدولية والمعرض الذي يقيم بفندق حياة ريجنسي لتكريم الفائزين بأفضل تصميم للمدن البحرية. وتواصلت جهودكم يا صاحب السمو ومساندتكم اللامحدودة للمشروع متطلعين لليوم الذي ترون فيه هذا الحلم حقيقة وواقعاً ملموساً على أرض كويتنا الحبيبة.
وبفضل الجهود المستمرة عبر هذه السنين توجت بهذا الإنجاز لنشهد اليوم حفل افتتاح مدينة صباح الأحمد البحرية، وهي تمثل إضافة ناصعة تسطع على جبين كويتنا الغالية، نفخر بها جميعاً، وهي تضاهي مثيلاتها من المدن البحرية بما وفرته شركة اللآلئ لهذه المدينة من مقومات وعناصر النجاح، إذ بدأنا من حيث انتهى به الآخرون لنجعل هذه المدينة نموذجاً فريداً يحتذى به للتخطيط والتنفيذ وفق أعلى المستويات وآخر ما توصلت إليه النظريات الهندسية في إنشاء المدن البحرية. وقد كانت كلمتكم السامية يا صاحب السمو في حفل تكريم الفائزين بأفضل تصميم للمدن البحرية دافعاً لنا لتخطي الصعب والتصميم على المضي قدماً نحو تحقيق هذا الحلم، وبغض النظر عن أي عقبات أو معوقات واضعين نصب عيوننا غاية وهدفا ساميا هو أن نرد اليسير من حق وفضل كويتنا الحبيبة علينا. واسمحوا لي يا صاحب السمو أن أعيد هنا ترديد بعض ما اشتملت عليه كلمتكم السامية من حق عظيم علينا، وما حملتمونا من أمانة لنرد قدرا يسيرا من حق كويتنا الغالية على أهلها حين تفضلتم بالقول. هذه الفكرة تعبر بحق عن تفاعل أبناء هذا البلد نحو مسؤولياتهم حيال بلدهم والتطور المستقبلي لنمو الكويت وتكامل صورتها بكافة الأوجه والمجالات، كما تعبر أيضاً عن تحسس حقيقي بحجم الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين، والرغبة الصادقة في المشاركة والإسهام في تحمل بعض من هذه الأعباء، تعزيزاً لمسيرة الخير والعطاء التي تحرص الدولة كل الحرص على الوصول بها إلى ما يصبو إليها أبناؤها. حضرة صاحب السمو، إن تشريفكم لنا اليوم وبحضوركم ورعايتكم السامية لحفل افتتاح مدينة صباح الأحمد البحرية له حافز لنا على مواصلة العمل الدؤوب وتسخير طاقاتنا من أجل كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام، ونحن نجدد عهداً لبذل كل جهد للوفاء بجانب يسير من فضل وخير ديرتنا الغالية علينا. أيها الحفل الكريم، بعون الله وبفضله استطاعت شركة اللآلئ أن تنجز مدينة متكاملة المرافق والخدمات والبنية التحتية، واسمحوا لي بأن أعرض عليكم مقدار الإنجازات اللي قمنا بها حتى الآن، حيث قمنا بإنجاز كامل أعمال البنية التحتية للفترتين الأولى والثانية A1-A2، وتم تسليم هذه الأعمال إلى جهات الدولة بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الجارية حالياً استكمالها بالفترة الثالثة، وذلك حسب الجدول الزمني الموقع مع وزارة المالية. يتضح لحضرتكم حجم ما تم إنجازه من أعمال وما نقوم به من أعمال، وهي على النحو التالي: أولاً، الأعمال التي تم إنجازها بالكامل للفترات الثلاث الأولى، إن طول الشاطئ الساحلي من أبراج الكويت إلى حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة حوالي 120 كيلومتر طولي، في حين بلغ طول الشواطئ الساحلية التي تم استحداثها في مدينة صباح الأحمد البحرية حتى الآن، والذي سيتفضل صاحب السمو بافتتاحها وغمرها بمياه البحر اليوم، أكثر من 84 كيلومتر طولي، وبالتحديد 84,300 متر طولي، والمقدر أن تصل أطوال الشواطئ المستحدثة في هذا المشروع إلى ما يزيد على 200 كيلومتر طولي. أعمال حفر القنوات والممرات المائية ورفع منسوب القسائم التي تمت حتى الآن هي 44,123,000 متر مكعب، والمقدر أن يصل حجم أعمال حفر القنوات والممرات المائية ورفع منسوب القسائم في كامل المشروع إلى ما يزيد على 138,150,000 متر. يتم اليوم أمام حضرتكم استكمال غمر القنوات والممرات المائية التي تم حفرها بمياه البحر، وبذلك تكون كمية مياه البحر الداخلة إلى القنوات والممرات المائية شاملة ما يتم إدخاله اليوم هي 32,432,000 متر مكعب من مياه البحر، والمقدر أن تصل كمية مياه البحر في القنوات والممرات المائية في كامل المشروع إلى ما يزيد عن 82,800,000 متر. أعمال تحسين درجة تحمل التربة حتى عمق 6 أمتار عن طريق الدماك والضغط الديناميك Dynamic Compaction Drops، وهي المرة الأولى التي تتم فيها إدخال واستخدام هذه التقنية في أعمال تحسين التربة بالكويت، وقد بلغت عدد الضربات التي تم تنفيذها لتحسين درجة تحمل التربة حتى عمق 6 أمتار 5,440,000 ضربة، والمقدر أن يصل عدد الضربات لتحسين درجة تحمل التربة إلى ما يزيد على 15,650,000 ضربة، علماً بأن هذه الضربات تمت عن طريق إسقاط كتلة من الحديد بوزن 15 طن ويتم إسقاطها من ارتفاع يبلغ 12 متر.
إن حجم الرمال المقصولة المستخدمة على الشواطئ الساحلية المستحدثة وهي 1,757,000 متر مكعب، والمقدر أن يصل حجم الرمال المقصولة في كامل المشروع إلى ما يزيد على 4,700,000. كمية الصخور المستخدمة لحماية الشواطئ التي تم استحداثها للفترات الثلاث الأولى هي 1,431,000 طن من الصخور، والمقدر أن تصل حجم الصخور المستخدمة في كامل المشروع إلى ما يزيد على 4,210,000 طن، علماً بأن هذه الصخور تستخدم لإنشاء المصدات الصخرية للمحافظة على ثبات وسلامة الشواطئ، كما تستخدم لغرض إنشاء مراسي القوارب ولحماية المناطق الأكثر تعرضاً لعوامل البحر الطبيعية. تم إنشاء كاسر أمواج بطول 1,200 متر طولي لحماية الشواطئ الساحلية المستحدثة باستخدام وحدات حماية خراسينية مصممة خصيصاً لضمان أقصى درجة من الكفاءة، وقد اقتضى ذلك استخدام كمية من الصخور بلغت 200,000. ثانياً، أعمال البنية التحتية التي تم إنجازها بالكامل بالفترتين A1 A2 وجاري استكمالها بالفترة الثالثة A3. أعمال سفلتة الطرق التي تم إنجازها بالإضافة ما يجري استكماله هي 1,563,000 متر مربع من الأسفلت، والمقدر أن يصل حجم أعمال سفلتة الطرق في كامل المشروع إلى مزيد عن 3,650,000 متر مربع. شبكة المياه العذبة والمياه الري التي تم إنجازها بالإضافة إلى ما يجري استكماله هي 275,100 متر طولي من الأنابيب، والمقدر أن يصل حجم شبكة المياه العذبة ومياه الري في كامل المشروع إلى ما يزيد على 713,000 متر طولي من الأنابيب. شبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي التي تم إنجازها بالإضافة ما جرى استكماله هي 237,500 متر طولي من الأنابيب، والمقدر أن يصل حجم شبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي في كامل المشروع إلى ما يزيد عن 700,000 متر طولي. تم إنشاء مبنى البريد والبرق والهاتف لخدمة مدينة صباح الأحمد البحرية، وتم تسليمه لوزارة المواصلات. وفيما يتعلق بكابلات الألياف البصرية فايبر أوبتيك كيبلز التي تم إنجازها بالإضافة ما يجري استكماله للفترة الثالثة هي 541,500 متر طولي من الكابلات، والمقدر أن يصل حجم الشبكة في كامل المشروع إلى ما يزيد على 1,590,000 متر طولي من الكابلات، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية البصرية من مقسم الهاتف إلى جميع القسائم في المشروع. شبكة الكابلات الكهربائية التي تم إنجازها بالإضافة ما يجري استكماله هي 1,167,000 متر طولي من كابلات الكهربائية، والمقدر أن يصل حجم شبكة الكابلات الكهربائية في كامل المشروع إلى ما يزيد على 3,327,000 متر طولي من الكابلات. تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تستوعب حالياً أكثر من 15,000 نسمة، وحين يكتمل تشكيلها بالكامل ستستوعب أكثر من 45,000 نسمة، كما سيتم إنشاء محطة أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي مستقبلاً في موقع آخر بالمدينة تستوعب أكثر من 50,000 نسمة، ليصل حجم قدرة استيعاب المحطتين إلى أكثر من 95,000 نسمة، وذلك بهدف استخدام المياه المعالجة لري المزروعات. كل هذه الأعمال والإنجازات أوجدت المزيد من فرص العمل، كما فتحت أوسع الأبواب أمام الشركات والمصانع الوطنية للمساهمة في هذا المشروع، مما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي. واهتداء بقول رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر لكم يا صاحب السمو على ثقتكم الغالية وعلى دعمكم المتواصل لتحقيق حلم مشروع المدن البحرية مدينة صباح الأحمد، كما أتوجه بالشكر لسمو ولي العهد على ما قدمه ويقدمه من دعم إيجابي نعتز به، والشكر أيضاً لمجلس الوزراء الموقر وعلى رأسهم سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد والأخوة الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، كما أتوجه بالشكر لكافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والقيادات المخلصة والرجال انعشقوا ويعشقون الكويت ساهموا معنا وشاركونا في تحقيق هذا الحلم، فلله يعود الفضل فيما أنجزناه ثم بفضل جهود هؤلاء الشرفاء المخلصين ومساندتهم لنا في تذليل كل العقبات تمكننا من تحقيق ما حققناه، وما ذكرهم اليوم إلا بقصد إرجاع الفضل لأهله، متطلعين لمواصلة دعمهم ومساندتهم وهو ما نعتز به. وفي هذا المقام نذكر بكل عرفان والتقدير ما قدمته هذه الجهات والقائمين عليها، وخص بالشكر وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة و معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وجميع وزارات الدولة، والشكر موصول
لرئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين، كما لا يفوتني أتوجه بجزيل الشكر للمكاتب الاستشارية الهندسية المحلية ممثلة في مكتب الدكتور إبراهيم ماجد الشاهين ومكتب مستشارو الخليج ومكتب دار أشواق المضف والمكتب الاستشاري العالمي بيرو هابل، ولجميع المهندسين العاملين بهذه المكاتب ممن ساهموا بجهدهم في الدراسات والتخطيط والتنفيذ لهذا المشروع. والشكر كذلك للشركة الأحمدية للتجارة العامة والمقاولات، المقاول الرئيسي للمشروع وجميع مقاولي الباطن، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة البنوك التي آمنت بفكرة ومشروع المدن البحرية ودعمت، وأخص بالذكر السادة بنك برقان وعلى رأسهم الأخ الشيخ حمد صباح الأحمد وجميع العاملين بالبنك، وكذلك السادة بيت التمويل الكويتي وعلى رأسهم الأخ بدر عبد المحسن المخيزين والأخ محمد سليمان العمر وجميع العاملين ببيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج وعلى رأسهم الأخ علي رشيد بدر وجميع العاملين. ونعتذر إذا فاتنا سهوا ذكر أي جهة أو اسم، فالشكر موصول لهم. وأخيرا أرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير ورخاء كويتنا الحبيبة بقيادة أميرنا المفدى حفظ الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظ الله ورعاه وحكومتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طويل العمر إذا بستأذن لي، في عندنا شريط مفاجأة حقك وحق حضورنا الكرام، ويشرفنا إذا بس تسمح لنا بعرضه. يتفضل الآن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلقي كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأخوة والأخوات، إنه لمن دواعي القبطة والسرور أن نشهد اليوم معكم افتتاح معرض مشروع لآل الكويت المدن البحرية، وأن نشارك بتكريم السادة الفائزين بمسابقة أفضل التصميم لفكرة إنشاء هذه المدن على ضفاف خليجنا المعطاء. لا شك بأن هذه الفكرة تعبر بحق عن تفاعل أبناء هذا البلد نحو مسؤولياتهم حيال بلدهم والتطور المستقبلي لنمو الكويت وتكامل صورتها في كافة الأوجه والمجالات، كما تعبر أيضا عن تحسس حقيقي لحجم الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين والرغبة الصادقة في المشاركة والإسهام في تحمل بعض من هذه الأعباء، تعزيزا لمسيرة الخير والعطاء التي تحرص الدولة كل الحرص على الوصول بها إلى ما يصبو إليه أبناؤها. ولعلكم تشاركونني الرأي أيها الأخوة والأخوات أنه مما يضاعف من أهمية هذه الفكرة ويحيطها بكل دواعي القبطة أنها جاءت أساسا من أبناء هذا البلد الطيب الذي عاش فيه الآباء والأجداد على البحر، وكان بالنسبة لهم مصدر إلهام بأفقه الواسع ومبعث رزق وعطاء بأعماقه الغنية. أيها الحفل الكريم، إن فكرة إقامة المدن البحرية تمثل تجسيدا صادقا لارتباط الكويت وأهلها بالبحر منذ القدم، وتمثل أيضا تواصلا لن ينقطع لذلك الارتباط الذي نرى فيه مصدر عطاء عبر أجيال متعاقبة، كما أن إقامة هذه المدن ومن خلال ما تيسر لنا من إطلاع سريع على بعض مخططاتها تمثل بحق بعدا جماليا سيضاف إلى ما سنحرص على توفيره من جوانب جمالية لبلدنا العزيز. وختاما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للسادة القائمين على هذا المشروع الرائد وعلى رأسهم الأخ الفاضل خالد يوسف المرزوق لدوره البناء في المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت،
كما أتوجه بالشكر والتقدير للأخ الدكتور إبراهيم ماجد الشاهين لجهوده وإسهاماته الواضحة في إبراز فكرة هذا المشروع. أكرر تهنئتي للفائزين في مسابقة أفضل التصميم راجيا من الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير ورخاء بلدنا بقيادة أميرنا المفدى وولي عهدها الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن السيد خالد يوسف المرزوق ليلقي كلمته نيابة عن القائمين بالمشروع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد ولكويتنا العزة والمجد ولأهلها وللمقيمين عليها الصحة والسعادة. صاحب السعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حفظك الله ورعاك. أصحاب السعادة أيها الأخوة والأخوات، نيابة عن إخواني رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الزميلة والعاملين بها المشاركة في مشروع العائلة الكويت، وإصالة عن نفسي أتقدم لسعادتكم بخالص الشكر لشمولكم حفلنا هذا برعايتكم، ولكم جميعا خالص الشكر على تشريفكم لحفلنا هذا. لنعرض أمامكم جانبا مما يقوم به القطاع الخاص في الكويت ومساهمته مع القطاع العام في مشاريع الإسكان ضمن الخطة الإسكانية للدولة، وما كان لنا أن نصل إلى هذه النتائج التي سنطرحها عليكم لولا مباركة وتأييد وتشجيع والدنا وأميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي شرفنا بمشاهدة المعرض الذي يقيم في قصر بيان العامر يوم الأحد الموافق 18/10/1989، وسمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الذي شرفنا بمشاهدة المعرض الذي أقيم في قصر بيان العامر يوم الأربعاء الموافق 11/10/1989، وتشجيع ومؤازرة مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا للمخطط الهيكلي ولجنة شؤون البلدية السابقة والحالية ومجلس حماية البيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والعلوم وجمعية المهندسين الكويتية ولكل من قدم لنا يد العون والمساعدة، أقول لهم جميعا جزاكم الله ألف خير وشكرا لكم جميعا. فلولا دعمكم وتشجيعكم ما كان لنا أن نستطيع الاستمرار بالسير قدما في هذا المشروع العملاق. أيها الحفل الكريم، على الرغم من أن الدراسات المبدئية التي تمت حتى الآن تبشر وتشير إلى جدوى المشروع، إلا أننا وكما وعدنا كل مسؤول في هذا البلد الطيب فإننا هنا وأمامكم جميعا نجدد العهد والوعد بأننا سوف نقوم بكل الدراسات الاجتماعية والبيئية والمادية، واضعين نصب عيننا مصلحة الكويت وأهلها فوق أي اعتبارات مادية. أيها الحفل الكريم، أن حكومتنا الموقرة لا تألو جهداً في تقديم الرعاية الإسكانية لمواطنيها، وأننا على قناعة تامة بأن للقطاع الخاص دور هام وحيوي في المساهمة بحل المشكلة الإسكانية في الكلى، وانطلاقاً من ذلك فقد تقدمنا بمشروع لعائلة الكويت تلبية لدعوة حكومة الكريمة لهذا القطاع بالتقدم بمشاريع إسكانية تساعد في حل المشكلة الإسكانية. وفي ختام كلمتي أشكر لكم باسم زملائي وباسمي حسن استماعكم وضيوفنا الكرام تشريفكم، وأخص بالذكر لجنة التحكيم المكونة من المهندسة
فاطمة ناصر سعود الصباح، والمهندس فهد عبد الله الحساوي، الدكتور إبراهيم الماجد الشاهين، والثلاثة من الكويت، والبروفيسور فرانسوا فيجيه من أمريكا، والمهندس تشارلز كوريا من الهند، والمهندس لورنس نيلد من أستراليا، والبروفيسور أدموند هابل من إنجلترا، على ما بذلته من جهد مشكور في اختيار الفائزين. ثم أن هنالك الكثير من الجنود المجهولين الذين تعبر أعمالهم وجهودهم عن إخلاصهم، فلهؤلاء جميعا خالص الشكر والتقدير. وفقكم الله ورعاكم، وليحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، في ظل والدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء المؤقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب شركة لآل الكويت، أستاذ الفاضل فواز خالد المرزوق. نسأل الله عز وجل يا صاحب السمو أن يمد في عمركم وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ورجال الكويت المخلصين، حتى ترون إن شاء الله ويرى الجميع ثمار ما تصنع أيادي أبنائكم لصالح هذا الوطن. راعي الحفل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظك الله ورعاك، أيها الحفل الكريم، عندما يتحدث صانعو الإنجاز تتحرك الأماكن الصامتة، ويتسابق شهود الإثبات، وتكون الأفكار الإبداعية والأعمال الدقيقة والقرارات الرشيدة. لكل غرس بذرة، ولكل مرحلة بداية، ولكل إنجاز انطلاق، وشركة لآل الكويت العقارية دعم ونجاح وتميز. نعيش اللحظات التاريخية مع قصة النجاح وقطف الثمار.
يتفضل الآن السيد فواز خالد المرزوق رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة لآل الكويت بتقديم جهاز التحكم عن بعد إلى راعي الحفل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ليدشن بيده الكريمة هذا المشروع الوطني الحيوي إيذانا بانطلاق هذه اللحظة التاريخية لافتتاح مدينة صباح الأحمد البحرية، ولتبدأ بعدها الاحتفالية المائية الرائعة بمؤثرات الصوت والصورة بتقنية عالية الإبداع لشركة لآل الكويت. هذا المشروع ونتمنى لمن عمل في هذا المشروع وعلى رأسهم أخي سيد خالد المرزوق وأبنائه فواز وأخوانه وجميع الشركات والمقاولين الذين عملوا في هذا المشروع، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لهم كل النجاح، وهذا ما يعمله القطاع الخاص. نتمنى للقطاع الخاص أن يكون استمراره كما كان هذا في هذا المشروع. شكرا، وبسم الله نفتتح. أيها الحفل الكريم، لنبدأ معا ونستمتع بالانطلاقة والاحتفالية المائية التي تدشن هذا المشروع بانطلاق مدينة صباح الأحمد البحرية. تمت الانطلاقة المباركة، ولتكن هذه المياه مياه الخير، مياه خير وبركة ليس فقط على هذه المنطقة ولكن على الكويت بأجمعها. بارك الله الجهود، وبارك الله الإرادات، وبارك الله النيات الخالصة التي تعمل من أجل هذا الوطن. وجزيت خيرا يا صاحب السمو، وجزيت خيرا يا سمو ولي العهد، وجوزيتم خيرا يا رجال الكويت على أنكم تبنون الكويت لتسلموا الراية إلى الأبناء والأحفاد من بعدنا. بارك الله في هذه الانطلاقة، ولتكن باكورة الانطلاقات الخيرية للمشاريع التنموية في دولة الكويت الحبيبة.
شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من أنجز، وشكرا لكل من دعم هذا المشروع الحيوي في مدينة صباح الأحمد البحرية. نسأل الله عز وجل أن يكون كل أيام الكويت أعياد، وكل مشاريع الكويت تنموية هادفة إلى صحة الإنسان وإلى خدمة المواطن الكويتي ومن يعيش على أرض الكويت. كل عام إن شاء الله والكويت وأنتم بألف خير. نفتتح إن شاء الله المشاريع الخيرية في كل يوم لتكون الكويت في موقع الريادة. شكراً للجميع، ولنختتم بالسلام الوطني.